لا تبدو تفاصيل ما بات عليه المشهد الأمني في وادي وصحراء حضرموت مبشرة، فجرائم الاختطاف والسطو والاغتيال لا تتوقف. كان آخرها اغتيال نائب مدير أمن مديرية دوعاً برصاص مسلحين مجهولي. وصفة المجهول هنا تغلب على وصف مرتكبي أكثر من 40 عملية اغتيال شهدتها مناطق الوادي خلال النصف الأول من هذا العام، لتصبح رزمانة الدم هذه هي ما يراد لها أن تشكل هوية الوضع هناك، وتحديدا مديريات رخيا شبام والقطن التي غدت مسرحا للكثير من الجرائم. رصدنا في الآونة الأخيرة في وادي حضرموت من عمليات قتل وخطف ونهب للأموال الخاصة لكثير من الأماكن في مدينة القطن، في مدينة تريم، في مدينة سيئون. صراحة الوضع مقلق ومخيف في وادي حضرموت. على الجهات المختصة والسلطة المحلية النظر عن كثب ومعالجة الوضع الأمني في الوادي في أقرب فرصة. ولعوامل كثيرة يعد الملف الأمني بوادي حضرموت أكثر تشعبا وتعقيدا من نظيره في الساحل، فعدا عن المساحة الجغرافية الشاسعة والتي تواجه السلطات صعوبة في مراقبتها وتأمينها، تزداد معدلات التهديدات التي تشكلها تنظيمات مسلحة عكسها إعلان المنطقة العسكرية الأولى عن اعتقال زعيم خلية وصفتها بالإرهابية، يفترض أن لها صلة بعمليات سطو مسلحة لمصارف محلية وجرائم اغتيالات واختطافات لم نراها من قبل، وهذه يندر بكارثة أمنية في حضرموت للجهات المختصة والجهات المسؤولة في هذا الجانب. الأسباب الناشئة لهذا الانفلات وغياب الدولة تماما وغياب المؤسسة العسكرية للقيام بواجبها، غياب الأجهزة الأمنية كاملة. صار الجمود العسكري في هذا المكان مخجل جدا، مما يضع القوات المسلحة في دائرة الاتهام، بحيث أن من واجبها هي حماية المواطن وليس التفرج على الاغتيالات. ويزداد المشهد تعقيدا مع تنامي قضايا الثأر واشتعال نيرانها بين القبائل كنتيجة طبيعية لتلاشي هيبة الدولة وانتشار ثقافة حمل السلاح. لسنوات طويلة ارتبط الحديث عن وادي حضرموت بالزراعة والفن والاستكشافات الأثرية، أما اليوم فالحديث يقتصر فقط على ضحايا الانفلات الأمني وعجز الدولة عن إيجاد معالجات حقيقية وسريعة تسهم في إعادة ضبط الوضع الأمني في تلك المناطق. محمد اليزيدي لقناة بلقيس الموكلة.